غادر حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايه هذا اليوم جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بعد ان تراس جلالته وفد مملكه البحرين الى اعمال قمه القاهره للسلام التي بحثت اخر تطورات ومستقبل القضيه الفلسطينيه وعمليه السلام رافقت جلاله الملك المعظم سلامه في الحل والترحال